من ضمن الكومنتات اللي بتجيلنا حد بيقول انا عايز ابدأ في مشروع النعام بحاجة صغيرة على قدي، بس مقلق من الموضوع ده دلوقتي. كل ما اكلم حد يقول لي العلف غلي وفي مشاكل والنعام دلوقتي مش هيمشي عشان الاسعار غليت، وحوار ان دلوقتي الناس بتدور على الضروريات دلوقتي والنعام زي ما انت عارف مش من الضروريات. فانت ايه رأيك؟ عايزك تكلمنا في الحوار ده. انا كنت عايز اجيلك وكلمتك كتير على الواتس. طيب تمام، هو كلام جميل طبعا. الناس اللي حذرتك وقالوا لك ان النعام مش من الضروريات وان العلف بيغلى والموضوع بدا يأزم شويه، دي ناس محترمه مش همهم ان هم يبيعوا خلاص، علشان في بعض التجار دلوقتي او بعض اصحاب المزارع عايزين يعملوا البحر طحينه للمربي، وعايزين اللي هم ايه مثلا يحسسوك ان الموضوع ده انت هتكون ثروتك من وراه وانت هتعمل وهتعمل. النعام زي ما قلنا في مكسب، في مكسب، بس برده كل شغلانه وفيها القرف بتاعها. طيب اعمل ايه في اليومين اللي احنا فيهم دول؟ بصوا، موضوع النعام في اليومين دول متاثر زي ما اي حاجه متاثره. فانت عمرك ما تدخل شغلانه دلوقتي مثلا هتلاقي الفلوس مستنياك فيها، هتلاقي الارباح مستنياك، لا، كل حاجه لازم هتتعب. وزي ما البعض قال وزي ما احنا قلنا قبل كده ان النعام مش من الضروريات، دلوقتي الناس بتركز في الحاجات الاساسيه في العيشه، على الاكل والشرب والاساسيات، وفئه قليله جدا من الناس اللي بتبص للحاجه التانية دي دلوقتي، وفئه قليله جدا من الناس اللي هتحاول تخاطر في مشاريع زي مشاريع النعام بتحتاج فلوس ضخمه في الاول، فمش كل الناس هتخوض التجربه دي. والله انت لو قدامك شغلانه انت فاهم فيها وفي المجال بتاعك، فانا شايف ان ده افضل حاجه ممكن تستثمر فيها فلوسك. بعد كده موضوع النعام ده خليه على جنب، يعني مش هيبقى هو المشروع الاساسي اللي انت معتمد عليه في الاول، لا، انت هتلعب فيه واحده واحده كده بس بجنب شغلك اللي هو بيدخلك دخل اساسي. لكن ان اسيب شغلي وادخل في حاجه انا ما اعرفش عنها اي حاجه بمجرد ان انا سمعت ان هي هتجيب لي مكاسب كبيره، لا، ادخل في شجره لان انا غير ملم بالموضوع، ما اعرفش اي حاجه عنه، سهل يتنصب عليا وهيضحك عليك بنسبه 99%، هيضحك عليك، لان اغلبيه الناس دلوقتي بيعملوا البحر طحينه، وتعالى ابدا مشروعك، وتعالى احنا هندعمك، واحنا في الاول وفي الاخر عايزين نبيع الحاجه اللي عندك. بدل ما يعرفك حقيقه الموضوع، لا، هو بيعمل غشاوه كده على عينيك علشان تيجي تشيل وانت مغمض. زي ما قلت لك مشروع النعام كويس جدا، بس في بعض النقط كده والاساسيات انت لازم تعرفها قبل ما تخوض التجربه. بس للاسف اصحاب المزارع او الناس اللي بتبيع لك بيعملوا عليك غشاوه كده على بعض النقط دول علشان تخش تلبس في الموضوع. بعد كده انت دور على نفسك بقى. رقم واحد، انت اللي هتسوق لنفسك ومحدش هيسوق لك. ولو حد ضحك عليك وقال لك انا هسوق لك ومالكش دعوه، كان سوق لنفسه وما عادش يضيع وقت معاك في الكلام عشان يجر رجلك. رقم اتنين، ما تخليش حد يشتغلك ويقول لك انا عندي سلاله غير موجوده في مصر او سلاله مختلفه عن السلالات الموجوده، ان عامل اللي في مصر كله ولاد عم، ان عامل اللي في مصر كله سلاله واحده. رقم تلاته، صعب تلاقي كل المربين اسعارهم زي بعض، الاسعار بتتفاوت في العالي وفي الرخيص، ولكن كل واحد بيبقى مسؤول عن السعر بتاعه ومسؤول عن خدمه ما بعد البيع. رقم اربعه، متابعه اللي هتشتري منه للكتاكيت بتاعتك بعد ما تشتريها، دي حاجه واجب عليه ومش جميل منه ولا حاجه، عشان دي حاجه مش منتشره، فهو لازم واجب عليه اللي هو يتابع معاك ويعرفك تعمل معاها ايه بالظبط، وهي دي اللي بتميز شخص عن التاني. انت لو اشتريت منه مثلا وكلمته، بعض الناس ما عندهمش في القاموس بتاعهم كلمه معرفش، هو لازم يفتي ويعرفك اللي هو فاهم، هتقول له اي حاجه هيقوم ضارب لك اي نوع علاج وخلاص، وهتضيع انت بالحاجه بتاعتك. رقم خمسه، نقي اللي هتشتري منه قبل ما تنقي الحاجه، لان النعام كله سلاله واحده والنعام اللي في مصر كله واحد زي ما قلنا، ولكن الاشخاص هي اللي بتفرق، بيختلف شخص عن التاني، واحد عنده ضمير واحد ما عندوش ضمير، واحد هيقدر اللي انت لسه مبتدئ واحد تاني مش هيقدر، وهيتك على الحته ديت وهيستغلها.